النهاردة هنعمل تثبيت لنظام تشغيل الكالي لينكس على اي هاتف اندرويد وبدون روت. الشرح بسيط جدا، تقدر اللي انت تستخدمه على اي تليفون اندرويد بدون ما تواجه اي مشكلة نهائيا، وتستخدم عليه جميع التطبيقات اللي انت عايزها. بس طالب منك طلب صغير يا صديقي، قبل ما نبدأ شرح تنزل في الكومنتات صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك واشتراك في القناة لو انت ما انتش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد. هسيب لك رابط الادوات المستخدم في الشرح في اول تعليق مثبت لما في صندوق الوصف. وزي ما انتم شايفين معايا اصدقائي، كلنا عارفين علشان اللي احنا نقدر نثبت النظام ده على التليفون بتاعنا لازم يكون موجود في روت. بس النهارده يا صديقي الشرح بتاعنا هيكون مختلف تماما، وتقدر اللي انت تثبته وتستخدم جميع الخصائص بتاعته بدون ما تواجه اي مشكله، وتقدر اللي انت تشبك عليه ماوس وكمان كيبورد من خلال وصله الاوتو جي، وتستخدم كل الخصائص الخاصه بيه النسخه ديت على التليفون بتاعك الاندرويد. عايزك تكون مركز معايا، وهكون سايب لك ملف تكس هيكون فيه جميع الاوامر اللي انت هتقدر تستخدمها علشان تقدر اللي انت تثبت النظام ده على التليفون الاندرويد بتاعك. تعال بقى نشوف هنثبت النظام ده على تليفوننا الاندرويد، يلا بينا. اول حاجة يا صديقي هنبدأ اللي احنا نختبر التليفون بتاعنا ونشوف هل موجود عليه روت ولا لا. انا هنا منزل تطبيق روت اتشكر، وهبدأ اللي انا افحص التليفون قدامكم علشان نشوف هل موجود عليه روت ولا لا. طالما جاب لك التليفون باللون الاحمر وفي علامة خطأ، يبقى كده التليفون ده مش موجود عليه روت نهائيا. هبدأ اللي انا اطلع من هنا، وبعد كده يا صديقي هبدا ان انا اروح على مدير الملفات الخاص بالجهاز بتاعي، وبعد كده هنروح على المكان اللي هتكون حملنا فيه الادوات. هتلاقي عندك هنا ملفين، الملف الخاص بالتطبيقات هتبدا ان انت تضغط عليه كده، وبعد كده هتضغط على كلمه استخراج هنا، وبعد كده يا صديقي هتروح على ملف الاكواد هتضغط عليه ضغطه، وبعد كده هتضغط على كلمه استخراج هنا، هيبدا اللي هو يفك لك الضغط عنهم بنفس الشكل ده. هنا يا صديقي عايزك بقى تركز معايا علشان كل خطوه في الشرح ده مهمه جدا علشان تقدر اللي انت تشغل النظام ده على التليفون بتاعك. هبدا ان انا اروح على اول فايل كده، وبعد كده هلاقي ملف تاني مضغوط، هبدا ان انا اضغط عليه، وبعد كده هضغط على كلمه استخراج هنا، هيبدا اللي هو يفك لي الضغط عن التطبيقات. هبدا هنا يا صديقي اثبت التطبيق الخاص بتثبيت الاداه، زي ما انتم شايفين كده هيتثبت معاك بدون ما تواجه اي مشكله نهائيا على التليفون الاندرويد بتاعك. بعد كده يا صديقي هبدا ان انا اطلع من هنا، وهروح افتح ملف التكست. باي تطبيق عندك بيفتح ملفات التكست، تقدر يا صديقي اللي انت تحمل اي تطبيق من على متجر جوجل بلاي، ما عندكش اي مشكله. هنا يا صديقي هنبدا ان احنا ناخد الكود الاولاني ده زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هنبدا ان احنا نطلع من هنا، وبعد كده يا صديقي هنروح على تطبيق التيرمكس، وهنا يا صديقي هنبدا ان احنا ننسخ الكود اللي احنا اخدناه، وبعد كده هتبدا ان انت تضغط على السهم ده اللي هو سهم الارسال، بعد كده يا صديقي هيكون محتاج منك الكود التاني. هنبدا ان احنا نطلع من هنا، وهنروح على ملف التكست. انا هنا كاتب لك كل خطوه انت هتعمل فيها ايه. بعد كده هاخد الكود التاني زي ما انتم شايفين كده، لازما اللي انت تنسخه بشكل صحيح، وبعد كده هروح على التطبيق مره ثانيه، وهبدا ان انا انسخه في المكان ده، وهضغط على زر الارسال. بعد كده يا صديقي هيجيب لي الواجهه ديت، هبدا ان انا افعل الاختيار ده، وبعد كده هبدا ان انا ارجع خطوه للخلف، وهنا يا صديقي هروح اجيب الكود التالت. وهبدا اللي انا انسخه في المكان ده، وبعد كده هضغط على زر الارسال، هيبدا اللي هو يقف معاك عند الخطوه ديت يا صديقي. وهنا يا صديقي هتبدا اللي انت تضغط على حرف الواي، وبعد كده هتضغط على زر الارسال، هيبدا اللي هو يكمل معاك بنفس الشكل ده. زي ما انتم شايفين معايا كده اصدقائي، وقف معايا عند الخطوه ديت. هبدا اللي انا اطلع من هنا، واروح اجيب الكود الرابع. زي ما انتم شايفين معايا اصدقائي بدا اللي هو يكمل معايا ووقف معايا عند الخطوه ديت. بعد كده يا صديقي هبدا ان انا اجيب الكود الخامس. وبعد كده يا صديقي هبدا ان انا اجيب الكود السادس زي ما انتم شايفين كده.
بعد كده هضغط على زر الارسال، وهنا صديقي هتبدأ اللي انت تضغط هنا على رقم 1 وبعد كده هتضغط هنا على زر الارسال. الخطوة ديت يا صديقي هتبدأ اللي هي تاخد معاك وقت على حسب قوة الانترنت عندك على التليفون بتاعك. زي ما انتم شايفين وقف معايا عند المرحلة ديت، هبدأ اللي انا اضغط على حرف الN وبعد كده هضغط على زر الارسال. وزي ما انا قلت لك يا صديقي لازم أن يكون الانترنت عندك قوي جدا، وهنا يا صديقي في شويه خطوات هتبدا اللي انت تعملها هعرفها لك دلوقتي. اول حاجه هتكون محول لغه التليفون بتاعك للغه الانجليزيه، تاني حاجه هتكون فاتح خيارات المطور البرامج، وبعد كده هتفعل حاجه اسمها تصحيح اخطاء اليو اس بي. وهنا صديقي هيقف معاك عند النقطة ديت، عايزك بقى تاخد بالك من حاجة مهمة جدا، هو كده ما انتهاش من عملية التثبيت، هتبدأ اللي انت تطلع من البرنامج خالص، وبعد كده يا صديقي هتضغط عليه ضغطة مطولة، وبعد كده هتروح على معلومات الجهاز، وهنا يا صديقي هتروح على البطارية، وبعد كده يا صديقي هتبدأ اللي انت تفعل الاختيار ده، وهتضغط هنا على كلمة الله، وبعد كده هتفعل الاختيار التاني. بعد كده يا صديقي هتبدأ اللي انت تطلع من هنا، وهنا يا صديقي هتبدأ اللي انت ترجع للتطبيق مرة تانية، وهنا بيبدأ اللي هو يعمل فحص للروت، بيشوف هل الجهاز عليه روت ولا لا، علشان يقدر يعطيلك الخطوات اللي بعد كده. هيبدأ اللي هو يجيب لك الواجهة ديت، وبكده يا صديقي يبقى احنا كده ثبتنا النت هانتر. هنبدأ اللي احنا نطلع من هنا، وهنروح دلوقتي على مدير الملفات الخاص بالجهاز بتاعنا، وبعد كده هنروح على التطبيق اللي هو موجود مع تطبيق التريمكس، هنبدأ اللي احنا نثبته. بعد ما يتثبت معاك هتبدأ اللي انت تطلع من هنا، هتلاقي يتثبت معاك بنفس الايقونة ديت، هنبدأ اللي احنا نروح نفتحه. هيبدأ يا صديقي يجيب لك الواجهة ديت، هتبدأ اللي انت تضغط على الكلمة اللي فوق ديت، وبعد كده يا صديقي هتعمل انستول للتطبيق ده، والتطبيق ده المسؤول اللي هو يعرض لك شاشة النظام. بعد ما انتهينا من عملية التثبيت هنبدأ اللي احنا نطلع من هنا. لو عايز تمسح التطبيق ده ما عندكش اي مشكلة، انت ما عندكش هتكون عايزه بعد كده. بعد كده يا صديقي هنبدأ اللي احنا نروح على التطبيق ده، هنضغط عليه ضغطة مطولة، وبعد كده هنروح على معلومات التطبيق علشان بس ما نواجهش اي مشكلة. هتبدأ اللي انت تروح على البطارية، وبعد كده هتبدأ اللي انت تفعل الاختيار ده، وهتضغط هنا على كلمة الاو، وبعد كده يا صديقي هتفعل الاختيار اللي بعد كده، وهنا يا صديقي هتبدأ اللي انت تطلع من هنا خالص. وبعد كده هنبدأ اللي احنا نروح على ملف التكست، هناخد الكود ده، والكود ده كل مرة لما تحب اللي انت تشغل النظام هتبدأ اللي انت تاخده نسخ، وبعد كده هتحطه في تطبيق التريمكس. بعد كده هبدأ اللي انا انسخه هنا، وبعد كده هضغط على زر الارسال. هنا يا صديقي هيطلب منك اللي انت تدخل باسورد، انا هدخل هنا من 1 لـ6 زي ما انتم شايفين كده. هنا يا صديقي هو مظهرش اللي انا كتبت باسورد، هو نظامه كده. هتبدأ اللي انت تضغط على زر الارسال، هيقول لك دخل الباسورد مرة تانية، وبعد كده هضغط على زر الارسال. بعد كده يا صديقي هتبدأ اللي انت تضغط هنا على حرف الN، وبعد كده هتضغط على زر الارسال. وعايزك بقى تلاحظ معايا هنا، بيقول لك هنا البورت اللي انت هتبدا اللي انت تستخدمه في التطبيق الخاص بشاشه العرض اللي هو 5901. بعد كده هنبدا اللي احنا نطلع من هنا، وهنروح على التطبيق نفتحه، هيطلب منك الصلاحيه ديت، هتضغط هنا على كلمه الاو، وهنا زي ما انتم شايفين جايب لي هنا 5900، هبدا اللي انا اضغط عليها كده، وهكتب هنا نفس البورت اللي موجود في تطبيق تريمكس، وبعد كده هروح على الباسورد، هبدأ اللي انا ادخل الباسورد اللي انا دخلته من شوية، وبعد كده يا صديقي هضغط على كلمة كونتينيو اللي فوق. زي ما انتم شايفين معايا فتح معايا بنفس الشكل ده يا صديقي. وهنا هنروح نعمل كده فحص للانترنت، هنشوفه هل شغال معانا كويس ولا لا. وعلشان اللي انا استخدم الكيبورد هبدا اللي انا اضغط على ازرار الكيبورد ديت، هتبدا اللي هي تفتح معايا بنفس الشكل ده. بعد كده هكتب كلمه بينج، وبعد كده مسافه، وهبدا اللي انا اكتب جوجل .com، وهضغط هنا على زر الارسال،
زي ما انتم شايفين معايا كده شغال معايا الانترنت بدون مواجه اي مشكلة نهائيا داخل النسخة، وكمان تقدر ان انت تنزل عليها ادوات اختبار الاختراق وتقدر تعمل كل حاجة انت عايزها على النسخة دي بدون ما تواجه اي مشكلة نهائيا. وكمان يا صديقي تقدر ان انت تتحكم التحكم الكامل في الشاشة، بتفتح معاك زي ما انتم شايفين كده اصدقائي، والنسخة دي مجهزة تقدر ان انت تستخدمها بدون ما تواجه اي مشكلة زي ما انا قلت لك. وهنا يا صديقي في برضك ملحوظة، تقدر ان انت تشبك عليها ماوس وكيبورد من خلال وصلة الاوتوجي. وبكده يا صديقي يكون خلصنا الشرح بتاعنا. سلام.